إن هذه الحركة التي أجراها السيد الرئيس تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه لتسيير الشأن العام على المستوى المحلي ومتابعته الشخصية لأداء مختلف الفاعلين ومدى نجاعة التكفل بالمسائل المتصلة باهتمامات المواطن وتطلعاته، كما أن هذه التغييرات التي شملت 26 ولاية وثلاث مقاطعات إدارية من شأنها إعطاء نفس جديد وإضفاء ديناميكية أكبر على التسيير المحلي. وفي هذا الصدد يطيب لي أن أهنئ جميع الولايات والولايات المنتدبين المعينين وكذلك أولئك الذين جددت فيهم الثقة من قبل الرئيس من قبل السيد رئيس الجمهورية، وإني وإذ أشيد بكفاءاتهم وخبرتهم التي أهلتهم لتبوأ هذه المسؤوليات الهامة، إنما أذكرهم بحجم التكليف الذي تم تحميلهم إياه، إذ أنهم ممثلو الدولة على المستوى المحلي.